هنروح لكرة السلة رجال. منذ لحظات انتهى المرتبط، يمكن بيلعبوا دلوقتي دور الثمانية مع سبورتنج، خلينا ناخدها واحدة واحدة. بيلعبوا النهاردة مع سبورتنج، أو في رجال كرة السلة مع سبورتنج في دور الثمانية. طيب المرتبط انتهى منذ يعني نصف ساعة أو ساعة، وخلص بفوز طبعا 79-71، فوز المرتبط 8 بونت. وطبعا كان وده لقطات من ارض الملعب في ماتش الرجال، ماتش الرجال. ف طيب الماتش بيتلعب دلوقتي على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره، وكان دور ال 16 مع هليوبلس، فوزنا كبار وصغيرين. والماتش اللي جاي ان شاء الله هيكون مع سبورتنج يوم السبت هناك في اسكندريه. طبعا لو كسبنا النهارده كبار وصغيرين هيريح المهمه جدا للكبار بالاخص، يكفيك فوز المرتبط في هذا في هذه اللحظه، هتقدر ان انت في الفريق الكبير يعني تبقى مرتاح. طيب كده احنا يعني زي ما حضراتكم شايفين دي لقطات حصريه من ارض الملعب. والجميل اللي عايز اقوله لكم ان قبل النهائي والنهائي هيكون بحضور جماهير، قبل النهائي والنهائي هيكون بحضور جماهيري، قبل النهائي يكون في صاله برج العرب، والنهائي غالبا هيكون هنا في القاهره. كل التوفيق طبعا لفريق الرجال والسيدات كمان عندهم، هنقول لحضراتكم الخبر اللي جاي. بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع بعد الفاصل نكمل اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي.